بالنسبة لسؤالك الخاص بإنك كل الخير اللي بيتعمل بيصل ثوابه للمتوفى، بيصل له كل الخير من إقرائه السلام للدعاء له للاستغفار له لقراءة القرآن، واللهم هب مثل ثواب ما قرأت إلى روح فلان، ويعرف إنه ده فلان اللي عمل له عمرة ولا اللي أطعم عنه وهب له ثواب، أو اللي دعاله أو قرأ قرآن وسأل الله إنه يهب له مثل ثواب قراءته، كل ده بيصل وبينتفع به المتوفى. والمتوفى ما انتهاش، ده انتقل إلى حياة أخرى فيها الحياة أكثر انسيابية وانطلاق. احنا هنا في الدنيا محبوسين في البدلة اللي احنا لابسينها دي، هذا الجسد، هذه الدابة. الانتقال إلى عالم البرزخ يعني ده انطلاق فيه سعة أكبر. الإنسان كان في الأول في بطن أمه وانتقل من هذا الضيق إلى سعة أكبر الدنيا، وبينتقل من الدنيا هي بالنسبة للبرزخ والدار الآخرة ضيق، وينتقل إلى منطقة فيها انطلاق أكبر وأكثر. فبالتالي كل حاجة بتصلهم وبيستشعروها وبيعرفوها على طول. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل البر بالأحياء وبالأموات.